وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد نوار عبد الله المطوع، مدير إدارة الاتصال بوزارة شؤون الشباب والرياضة. أهلا بك سيد نوار. في نشرة الثامنة، هل توضح لنا مدى اهتمام قيادة وحكومة مملكة البحرين بالشباب باعتبارهم هم ثروة الوطن؟ مساء الخير، إذا تسمحون لي في البداية أن أرفع أسميات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب مملكة البحرين بمناسبة احتفالات مملكتنا الغالية بأعيادها الوطنية. كما يعلم الجميع أن الحركة الشبابية في مملكة البحرين حققت طفرة كبيرة بفضل توجيهات سيدي جلالة الملك المفدى جلالته والدعم الأول لقطاع الشباب في مملكة البحرين، وحرص جلالته على توفير البيئة المناسبة من أجل تحقيق الإنجازات ورفع علم مملكة البحرين عاليا. دائما ما يؤكد جلالة الملك مسألة تمكين الشباب أولوية وطنية، فلا تخلو يعني الكلمات السامية لجلالة الملك في كل مناسبة من التطرق إلى الشباب. واليوم الحمد لله نحصد اهتمام جلالة الملك في الإنجازات اللي حققها أبناء وبنات البحرين في الداخل والخارج. أيضا اهتمام سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في جعل قطاع الشباب أولوية قصوى في برنامج عمل الحكومة، فلا تخلو أيضا جلسة من جلسات مجلس الوزراء إلا وهناك قرار يخدم الشباب. ومثل ما شفنا في مؤخرا تم تخصيص يوم وطني للشباب البحرين يصادف 25 مارس للاحتفاء بإنجازاتهم. ولا ننسى دعم واهتمام ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد ناصر الشباب والرياضة في مملكتنا من خلال استراتيجية سموه التي أوصلت شباب البحرين اليوم إلى العالمية. فسموه هو الملهم والقدوة والناصر دائما للشباب في مملكة البحرين. سموه دائما كان يقول يعني أن الشباب البحريني جميعهم مستشارين لجلالة الملك. هذه المسؤولية الكبيرة اللي وضعها سمو الشيخ ناصر اليوم في عاتق الشباب البحريني. أيضا لا أنسى المبادرات النوعية الرائد التي أطلقها سمو الشيخ خالد بن حمد للشباب، واللي تعكس حرص سموه على دعم الطاقات الشبابية. من ضمن المبادرات التي تؤكد الاهتمام الكبير من قبل القيادة بالشباب، عندنا على سبيل المثال جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. عندنا جائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشباب اللي اختتمت مؤخرا. أيضا إطلاق صندوق الأمل لدعم المبادرات الشبابية اللي جاء بتوجيهات من سيدي جلالة الملك المفدى. أيضا قمة الشباب اللي تجمع الشباب المسؤولين في المملكة، والهدف منها وضع الحلول ومواجهة التحديات اللي تواجه قطاعاتهم برؤية شبابية، بالإضافة إلى دور مراكز تمكين الشباب ودورهم الهام في اكتشاف وصقل وإبراز المواهب الشبابية. عندنا الله يسلمكم تجلى اهتمام القيادة في نتائج الاستطلاع السنوي اللي أجرته أفداء بي سي دبليو، وهي شركة رائدة في مجال استشارات العلاقات العامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان الهدف منه قياس اتجاهات الشباب العربي. النتائج المعلنة أكدت ثقة الشباب البحريني باهتمام القيادة بآرائهم وتفاؤلهم بالمستقبل. نعم. يعني هذه نتائج الاستطلاع تقدمت درس واضح، وأن البحرين أو أن اليوم أن الشباب البحريني في عيون القيادة. نعم. حفظ الله البحرين وحفظ الله قيادتها وحفظ الله شبابها، وستظل إن شاء الله البحرين دائما الأولى بشبابها، والله يقدرنا لخدمة شبابها. نعم بإذن الله. السيد نوار عبد الله المطوع، مدير إدارة الاتصال بوزارة شؤون الشباب والرياضة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.